بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن استحضاراتنا لزيارة العاشر المحرم والزيارة الأربعينية، هذا اليوم بدأنا بجولة تفقدية واسعة، بدأت من منفذ المنذرية ومنفذ زرباطية ومنفذ الشيب، واليوم ختمناها الآن في محافظة البصرة. كان بصحبتنا وزير الداخلية الإيراني وأيضا جهات الجنسية والإقامة والجوازات من الجانبين، كذلك لجان الخدمات من الجانبين المحافظات الأخرى. الغاية من الزيارة هي تفقد المنافذ الحدودية وكذلك إجراءات وتسهيلات الزائرين الأجانب. يوم غد عندنا جولة في المنافذ الموجودة ضمن منفذ الصفوان ومنفذ الشلامشة. هذه الاستحضارات تهدف إلى تسهيل دخول الزوار وتقديم الخدمات لهم. أيضا كان حضور المحافظين له دور كبير في إكمال عمليات تأهيل المنافذ الحدودية. تم الاتفاق على تأمين كل المتطلبات اللي تحتاجها هذه المنافذ. أيضا جميع المنافذ راح تكون مؤمنة ومفتوحة على مدار 24 ساعة لاستقبال كافة الزوار، كافة المنافذ البرية والجوية. هناك تنسيق وعمل مشترك فيما يخص هذه الإجراءات بيننا وبين دول الجوار. خلال الأسبوع الماضي أيضا زرنا دولة الكويت، وكان أكو أيضا اتفاق على بعض الأمور اللي تخص تسهيل دخول العراقيين والكويتيين ودول الخليج. صدر قرار مجلس الوزراء بتسهيل دخول دول مجلس التعاون وكذلك اليمن خلال فترة محرم والزيارة الأربعينية. عندنا السيد محافظ البصرة لديهم مشاريع في تطوير منفذ الشلامشة الحدودي، إضافة لأنه راح تكون ضمن زيارتنا تفقد الخطط الأمنية الخاصة بتأمين الزوار المتجهين إلى كربلاء المقدسة خلال الشهر القادم وكذلك زيارة العاشر المحرم. هل سيكون هناك دخول للسيارات بالنسبة للواقع؟ لا ما عندنا دخول للسيارات، السيارات الخاصة، لكن هناك بالنقل العام راح يكون هناك تعاون. نعم مع الوزير، رحب بك بالبصرة. يعني هل ستستمر دخول الإيرانيين عبر منفذ الشلامشة بدون فيزا في زيارة الأربعين؟ احنا بالزياره الاربعين بالذات الجانب الايراني عندنا مبدا المعامله بالمثل، يعني بالنسبه للمسافرين العراقيين يدخلون بدون تاشيره والمسافرين الايرانيين يدخلون بدون تاشيره. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يلا عيني.